إلى دير الزور اعتقلت قوات الأمن الشيخ فهد سيطر النجرس وهو رئيس أحد أكبر العشائر في سوريا. صدرت العشيرتان تحذر فيه الرئيس السوري بالاسم عن سلامة الشيخ جسديا أو معنويا وتحدد بالانتفاضة ضد النظام. سوريا تشهد ثورة شبيهة بمصر وشبيهة بتونس، المحافظات تغلي. بعد يومين نحن على موعد مع عيد النوروز، الأكراد سيجتمعون ويرفعون مليون علم سوري فوق مشلي ونحن ننتظر. نعم وليد عباس، هناك سؤال حول قيادة هذه الحركة، هل نستطيع القول أن هناك قيادة محددة موحدة؟ هل هناك تنسيق بين من يقودون هذه الحركة في مختلف المدن؟ والهدف النهائي هو فعلا إسقاط النظام أم إصلاح النظام؟ الهدف يا عزيزي، انطلق أهالي المعتقلين السياسيين منذ يومين واعتصموا أمام وزارة الداخلية، حاولوا إيصال مطلبهم المحق إلى وزير الداخلية، المطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين، اعتدي عليهم بالضرب واعتقل 32 شخص واحيلوا الى القضاء والقوا في السجون الى جانب عائلاتهم. الاصلاح مع هذا النظام غير ممكن. اذا كان الرئيس الاسد يحسب ان الامور لا تزال على ما هي، ان لم يتعظ مما حصل في مصر وتونس فنحن متجهون نحو الثوره لاسقاط النظام بدون شك. المواطنين تجمعوا بشكل عفوي بناء على دعوات وجهت من داخل سوريا وباسماء وهميه لاشخاص يتواصلون فيما بينهم على الفيسبوك وعلى تويتر وينقلون الصور والفيديوهات والاخبار لحظه بلحظه. الصور وصلت من درعا عن استخدام قنبله، هناك سحابه من الدخان وقمنا بنشر هذه الصور على اكثر من موقع، هناك فيديوهات كثيره عن استخدام الماء وعن سيارات الاطفاء وعن سيارات امن السياسي التي تهاجم المتظاهرين. قامت الحكومه السوريه بحجب بث قناتي المشرق ودنيا بمحاوله لمنع المواطنين من يعني الحصول على المعلومات، فبدا المواطنون بتلقي المعلومات عبر البث الحي لهاتين القناتين على الانترنت. السلطه للاسف متجهه وتتصرف بنفس السلوك الذي تصرف به الرئيس زين العابدين بن علي ثم تصرف به الرئيس حسني مبارك، التعتيم، محاصره المواطنين واستخدام الحل الامني. المواطنين يريدون حريتهم وكرامتهم، سميها ما شئت، اصلاح او تغيير النظام، لكن ان استمر الرئيس الاسد بالحل الامني، استمر بتجاهل الزلزال الذي حدث في المنطقه، فنحن مقدمون على تغيير النظام بدون شك. نعم محمد عبدالله، يعني العديد من المراقبين يعتبرون أن هذا التغيير الذي تتحدث عنه غير ممكن في سوريا اليوم، يعني على عكس تونس ومصر. سيدتي، من يعتمد هذا التحليل يعتمد على مواقف سوريا الخارجية التي يعتبرها ممانعة وداعمة للمقاومة. اقرأوا مقالة الأستاذ عبدالباري عطوان، أحد ألد حلفاء سوريا وأشد حلفاء سوريا، كتب فيها مقال أهان فيها الرئيس الأسد، حرفيا أهانه فيها ووجه له صفحات قاسية أن استخدام حجة الممانعة والمقاومة لا يخوض شخص بإلقاء المواطنين في السجون والدوس على كرامتهم وسرقة مخدرات بلادهم. هذه الأعذار سقطت ولم تعد تجدي، الناس غير مقتنعة بهذه الحجة الواهية. نعم الجولان محتل لكن هذا لا يبرر إلقاء الناس في السجون وإطلاق وفتح النار الحي على المواطنين، الرصاص الحي وإردائهم قتلى ومنع ذويهم من تسلم جثثهم. كل من حلل واعتمد هذا التحليل القائم على الممانعة والعروبة ومواقف سوريا الخارجية مخطئ. اليوم سوريا تثبت خطأ هؤلاء، والمظاهرات التي انتشرت في 5 أو 6 محافظات مختلفة من شرق سوريا إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تبرهن خطأ هؤلاء. الناس غير آدية بالسياسة الخارجية، الناس تريد الخبز. جاعت الناس في سوريا ورامي مخلوف يسرق سوريا لأنه ابن خال رئيس الجمهورية فقط. الناس جاعت في سوريا والناس ملت من الاعتقالات، نصبح ونمسي على اخبار اعتقال وافرج، والناس في سوريا ستبرهن خطا هؤلاء المحللين. شكرا لك محمد عبدالله، ناشط حقوقي سوري منفي، كنت معنا من واشنطن.